بس لازم المدرب اللي يجي بعده او هو او غيره ياخد مده مش بطوله، عشان احنا بنلف في نفس الدايره دي من سنين، من سنين، من ايام الكابتن فاروق جعفر نفسه النجم الكبير الاسم الكبير في تاريخ الكره المصريه. يا كابتن فاروق صباح الخير، مشرفني ومنورني. كريم ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كابتن فاروق، انا النهارده فاتح حوار على فكره المعايير اللي المفروض نختار بيها المدير الفني القادم لمنتخب مصر، ما يكونش مجرد كل واحد يحط اسم وعايزه يبقى موجود في المنتخب، يبقى في معايير، راي حضرتك ايه؟ وانا امبارح كنت في القناه وكنت عامل حاجه كده ورقه فيها المعايير، او يعني انت عشان تختار مدرب عظيم تحط المعايير. اولا اتكلم على الشخصيه الاول الفنيه، وبعدين الشخصيه اللي هي القياديه. الشخصيه طبعا القياديه طبعا بتكلم على حد، احنا مش عايزين زي انت كنت بتتكلم من شويه، مش عايزين احنا نقعد نغير في مدربين في مدربين، وكل يوم يجي لنا مدرسه شكل مدرسه شكل. احنا دلوقتي وصلنا نقطه لنقطه من خلالها نتحرك. صحيح. يعني احنا كان في اخفاق، واخفاق برضك انا بحيي اللعيبه وبحيي الاتحاد الكوره وبحيي الجهاز الفني ان احنا ما كانش عندنا وقت وحضرنا للبطوله دي بشكل، وكان تغيير كروش كان جاي من مسافه قريبه ما عدوش 5 اشهر. صحيح. وبعدين بقى مسؤول عن البطوله العربيه وبطوله افريقيه وبعدين تصفيات كاس العالم. كل دي ضغوط، كل دي ضغوط على المدرب، وما يعرفش اللعيبه وما يعرفش المدربين، ما يعرفش مدرسه الكره المصريه عامله ازاي. صحيح. الدوري العام بيقف ازاي. فانا من وجهه نظري المدرب اللي هيجي، انا وجهه نظري ان ما فيش خلل حصل في الفتره اللي فاتت الا في المواعيد. المواعيد هي اللي كانت قاتله بالنسبه لنا. مظبوط. ان الارهاق كان على اللعيبه بشكل كبير جدا، سواء في البطوله العربيه البطوله الافريقيه، الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بيلعبوا في البطولات الافريقيه. بعد كده انت رحت الاهلي، والاهلي كمان لعب تصفيات كاس العالم او كاس العالم للانديه، كل ده ارهاق على اللعيبه. صحيح. هو اول حاجه بقى تقوم تختار تقول المدرب قبل اي حاجه، المدرب ده عايز يعمل ايه للكره المصريه؟ هو لازم يحط سيستم للكره المصريه. يعني الدوري العام ما ينفعش دوري عام مثلا 18 فرقه، يعني ما فيش دوري يبدا مثلا في شهر 9 ويخلص في شهر 8 السنه اللي بعديها، ما فيش دوري في العالم بيقول كده. صحيح. فانت عايز كمان تحط، بتكلم على المعايير، المعايير المدرب يقول بدايه الدوري انت ونهايته. التوقفات، او انت عندك مشكله كبيره ان انت في الاجنده الدوليه ما كنتش بتلعب. يعني الاجنده الدوليه انت ما لعبتش مباراه وديه عشان تحضر نفسك لكاس العالم او بطوله الامم او للبطوله العربيه. صحيح. انت جيت من تدريبات النادي على المنتخب على كاس العالم للانديه، على كاس البطولات، على البطوله الافريقيه، على كاس العالم الكبير. فطبعا هنا في ظلم للمدربين وظلم للعيبه، اللعيبه ما تقدرش تستحمل كل ده. وانا سامعني يا كريم؟ معاك يا فندم، اتفضل يا كابتن. واصلا اللعيب المصري هو مش متاسس ان هو يلعب كل 72 ساعه، ما تاسسش. الحاجه الثانيه المهمه، انت بتلاعب فرق دلوقتي، كل الفرق الافريقيه اللي بتلعبها كلها محترفه. بيلعبوا في انديه محترفه، انت النهارده عندك 3-4 محترفين، هم عندهم 21 لعيب محترف في القائمه السنغاليه. لا ده غير اللي لم يستدعوا. اما انا بقول لك عندهم 21 واحد. صحيح. وانت عندك اربعه. صحيح. عندك الاصابات كتير، على الاصابات طب هم ما بيجيلهمش اصابات ليه؟ صحيح. ان هو في بدايه للدوري المباريات، التجميع بتاع اللعيبه وتحضير اللعيبه، لازم يبقى في تحضير. انت عشان تعمل فرقه لازم تلعب مباراه اكتر من مباراه دي. يعني جدول، اما تتكلم على المباريات الوديه اللي موجوده، لازم انت تبقى بالقلم والورقه بتختار المباريات اللي تناسب فرقتك واللي هتقدر تجرب عليها طرق لعب، وفرقه اقوى منك تشتغل عليها. انا شايف كل الحاجات دي هي دي العامل الاساسيه اللي انت ما حققتش. يعني انت عملت انجازات ان انت وصلت لنهائي البطوله الافريقيه، وصلت للدور الاخير عشان كاس العالم، وانت اصلا ما فيش تجميع مباراه وديه واحده اتلعبت. صحيح. ورقه بالقلم وقول لي مباراه وديه من يوم ما جه كروش اتلعبت مباراه وديه، ما فيش مباراه وديه لعبها. انت يعني الحساب يبقى يعني صعب جدا ان انت هتحاسب راجل على حاجه زي دي. ما هو ده امبارح الاستاذ جمال علام كان بيتكلم معانا، قال لك الراجل ده موجود طول النهار بيتفرج على فيديوهات مع اللعيبه، بيقعد يعمل محاضرات، بيعمل كل ده، عايز وقت. انت دلوقتي وصلت لمرحله، حته بقى ان انت هنقول الافكار بتاعتك اللي انت كنت بتقول يمشي يجي الكابتن جوري، يمشي مش عارف يرجع تاني الكابتن جوري، الكلام ده انا من وجهه نظري
يعني بالورقه والقلم وبالثقافه وبالعلم والتعليم اللي احنا اتعلمناه. ما فيش حاجه في الدنيا بتدير من غير منظومه، المنظومه هي اللي بتخطط للمستقبل، بتخطط ما فيش انحياز او ما فيش يعني اتجاه معين، لا احنا بنفكر دلوقتي في البلد في مصر. احنا شعب محترم، عندنا امكانيات كبيره، احنا اكبر في اكبر حاجه موجوده في القاره، كل ده احنا لازم بقى نحط الحاجه الصح. يعني انت دايما لما تيجي تتكلم ما يجيش واحد مثلا سمسار يجي يقول لك انا جايب لك ده مدرب وكان احسن مدرب في العالم، والثاني واحد في مجلس اداره يقول لك ده مدرب ومش عارف ايه، واحد ثاني اعلامي يقول ده مدرب احنا صح. الكلام ده مش عايزينه، احنا عايزين نحط معايير اختيار مدرب. عارف يا كابتن فاروق، كابتن فاروق انا كنت بقول دلوقتي ان حضرتك قول رايك وانا اقول رايي والناس اللي في الشارع تقول رايها، كل الناس تقول رايها، بس اتحاد الكره يبقى كاتب معايير هو اللي يختار واحنا نمشي وراه، بس يبقى المعايير كل واحد من حقه يقول اسم. انا عايز الكابتن فاروق جعفر يدار، حقي انا براحتي، انا شايف الكابتن فاروق بس اتحاد الكره هو اللي يبقى حاطط معايير. احنا ما انا كنت بتكلم امبارح بقول عايزين لجنه، لجنه ملهاش اي ميول ولا ليها اي اغراض وهي متطوعه. اللجنه دي تحط معايير اختيار مدير فني للمنتخب الوطني. جنسيته ايه؟ عامل ايه؟ ده موضوع انا اشوف السي في بتاعه وشغله، النتائج بتاعته الاخيره عامل ايه؟ ثقافته في التدريب عامله ازاي؟ ثقافته في التعامل مع البرامج بتاعت اللعيبه عامله ازاي؟ لا لو تسمع كابتن فاروق كمان، انا عايزه مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي؟ اصل احنا كل شويه بنجيب مدرب، ما هو طول عمره كارلوس كروش بيلعب 4 3 3 بطريقه دفاعيه، كوبر من ساعه ما كان بيدرب فالنسيا وهو بيدافع، فلما يجي عندنا نقول ايه؟ لا اصل هو طريقته دفاعيه احنا مش حابين لعبه. طب ما احنا جايبينه اصلا واحنا عارفين ده اسلوبه وطريقته، انت عايز ايه؟ هو احنا دلوقتي يا كريم جينا في وقت دلوقتي، يعني انا وجهه نظري ان الدكتور اشرف مع اتحاد الكوره يعملوا لجنه، اللجنه دي تكون عندها وعي وعندها ثقافه وعندها خبرات كويس وعندها الجراءه وعندها الشجاعه ان هي تجيب مدرب او يستمر المدرب. ان انا لو انا مثلا قلت كروش يمشي دي بتبقى وجهات نظر، واحد يقول لك لا ده ما خدش وضعه، ده ما خدش الوقت الكافي. انا من مجموعه دي، في ناس تقول لا ده ما كانش بيلعب فلان وما كانش بيلعب فلان وبيدافع في مجموعه غيري، لكن هي المدارس كلها مختلفه. لكن خلينا نتكلم نوصل لنقطة مهمة، النقطة المهمة إن إحنا لازم يبقى عندنا ثقافة اختيارات المدربين واللعيبة. أنا النهاردة عندي لعيبة بتلعب في 4 بطولات في السنة وعايزة تلعب في نهائي كأس العالم. ما هو إحنا دي حاجة عشان إحنا كلنا ما بنيجي نقطة صفر تبقى الاختيارات والآراء كتير وجهات النظر والفتي بيبقى كتير، وده اللي معطلنا. إحنا من الأربعينات للتسعينات ومن التسعينات ل 2018 انت ما رحتش كاس العالم غير 3 مرات. ايوه، وانت اكبر واكبر واكبر بلد موجوده في القاره وافضل بلد في الثقافه وفي العلم وفي التاريخ وفي كل حاجه مصر، وانت ما رحتش غير 3 مرات. صح. هنا بقى جه التوقيت الصح ان انت لازم تبقى الاختيار بتاعك فير جدا، بتتعامل مع الناس لمصلحه الوطن ومش مصلحه اي حاجه، ولا مصلحه لعيبه ولا مصلحه اي مخلوق. البلد صح. احنا عندنا امكانيات كبيره جدا، لكن الاتجاهات معينه او كل واحد عايز يثبت ان هو جاب مدرب. دلوقتي الناس اللي جابت اي مدرب اول ما بيخسر بيستخبوا. أيوة. وما يكسب يطلعوا يتكلموا. أيوة. احنا مش عايزين دي، احنا هنخرج من المنطقه دي خلاص، المنطقه دي احنا سيبناها خلاص مش عايزينها. احنا عايزين دلوقتي زي ما البلد دلوقتي افكار جديده، كل الحاجات القديمه بندوس عليها وبنعمل حاجه جديده، ما احنا بنقول مصر الجديده. خلينا كمان في كره مصر الجديده نعمل كل حاجه في كره جديده. صح. افكار جديده، مدربين جديد، جداد بافكار جديده، لعيبه نفتح لهم الاحتراف وهم صغيرين ويروحوا يتمرنوا ويروحوا يشتغلوا بره، يروحوا يتعلموا يعني ايه انضباط، يعني ايه التزام، يعني ايه هجره لعيب. اللعيب المصري ما بيقدرش يقعد 3 4 سنين بره، بيبقى حيجنن عشان يرجع البلد، اول اجازه يقوم جاي ده خلاص، ده احنا مش عايزين دي. احنا عايزين لعيب المحترف هو لعيب هجره بيمثل بلده بشكل كويس وبلده متعوز له يجي لها ويلبي النداء مثلا او يجي للوطن. هو ده الواحد بيفكر فيه. لكن احنا وصلنا لنقطه مش عايز فتي خالص سيء، ما حدش لازم اتحاد الكوره، وفي اتحاد الكوره حازم امام محترم، كمان بركات محترم، معاهم رئيس اتحاد الكوره محترم اللي هو الاستاذ جمال علام، ما نقعد نتكلم ونجيب بقى ناس الخبراء اللي هي كانت موجوده قبل كده، حسن شحاته كان موجود، نقعد معاه نتكلم معاه، نجيب المدربين اللي هم اشتغلوا في المنتخب قبل كده، كابتن طه اسماعيل نتكلم معاه، نتكلم مع الناس ونشوف ارائهم ايه والمعايير اللي نحطها للمنتخب ايه. صحيح، هو ده الافكار يا كريم اللي انت تفكر فيها. صحيح، بدل ما نهدم زي كل مره. كابتن فاروق انا امبارح قلت لو احنا كنا بنينا شويه، لو بنينا ان شاء الله 6 درجات
ما نكمل عليهم بدل ما نهد ونبني من الاول. يعني احنا المفروض نبني 100 درجه، بانيين 6 ما نكمل عليهم بدل ما نهد ونفضل كل شويه نلف في نفس الدايره اللي ما بنطلعش منها يا كابتن فاروق. ما احنا دلوقتي احنا لازم نخرج من الدايره بتاعت الناس تختار المدرب. يعني اللي بيختار مدرب دلوقتي في اتحادات الكوره اللي قبل كده او اللجان، ناس ما لعبتش كوره وبتختار. طب ازاي؟ طب الناس دي بقى الناس اللي سافرت زي الدكاتره اللي في الكوره، اللعيبه الدوليين اللي وصلوا لمرحله كبيره من الثقافه والعلم، اللعيب المدربين اللي عملوا انجازات للبلد دي، ارائهم فين؟ لو انا مش هاخد رائهم، طب هو لازمته ايه؟ ما انا بقول عليه ده، بقول عليه ده اسطوره، او ده واحد عمل انجاز ما بعديه انجاز زي حسن شحاتة. طب ايه دوره؟ ما انا لاجي اجيب حسن شحاتة واقعده في اللجنه واتكلم معاه. صحيح. ما في يعني في كتير زي حسن شحاتة. نقعد نتكلم معاهم ونقول احنا عايزين ايه يا جماعه، لازم نبدا بقى من النقطه دي عشان نشوف جيل جديد، ان 90% من الجيل ده مش هيبقى موجود بعد 4 سنين. صحيح صحيح. فانت لازم تفكر، دي الافكار اللي لازم تتكلم مزبوطة. فيها كابتن. معلش انا بتكلم بعصبيه، معلش انا بتكلم بعصبيه عشان انا بالعكس. انا والله يعني انا امبارح على عيني، يعني انت عارف الجماهير المصريه ما فيش بعد كده احترام، تحترم كل الضيوف وبتشيلهم فوق دماغهم. واحنا شفنا العكس امبارح تماما، ناس بتضغط علينا، ناس بترمينا بالميه، ناس بيضربوا احسن لعيب كره في العالم بالازايز الميه. فين ده يا جماعه ده؟ صح كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر مدرب منتخبنا الاسبق ونادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه.